السلام عليكم جميعا، ان شاء الله تكونوا بخير. وياكم مستر سيف من امريكا. اليوم جيت على مخزن جديد اللي هو هذا الدي 15. مثل ما تشوفون جبت الدالي اللي طلعت بالفيديو السابق. اذا تحبون تشوفون الفيديو السابق، هذا الدالي او هاي العربانة اللي طلعت ويا البول او المسبح. فخلونا نبدي بسم الله ونفتح هذا المخزن الجديد. بسم الله الرحمن الرحيم، نفتح المخزن. يا الله يا بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اول شيء مثل ما تلاحظون اكو غسالة ونشافة. نبدي، خلينا نبديهم من البداية. بدي نشوف هاي شنو. هنفتح السيارة، اول نعبيهم بالسيارة لان ما ظل عندي وقت. جيت بالثمانية وهو يعزل بالتسعة بالليل، بس الدنيا مغربت صارت الساعة 8. اول شيء عندنا هذا، اعتقد هذا شنو، السماعة. سماعة هذه 10 دولارات. عندنا هذا الكول باكس، هذا دائما ابيع منه. همين نقدر نقول هذا 30 دولار. الكول باكس. بعد شنو عندنا؟ نجيب هذا الباكس ونشوف شنو اللي بيه. بسم الله الرحمن الرحيم. ديكورات اعياد ميلاد، ديكورات مال اعياد الميلاد. هذا الباص وهذا الفيك بلانت او الورد الاصطناعي، نقدر نقول هذا 210 دولارات. صحة. شوف هنا أنا شنو عندنا. من اعتقد هذا بي اراد كريسمس. نعم هذا همينة غراف كريسمس اللي هو ديكوريشن مالت الكريسمس. سو كريسمس جاي. هذا من نقدر نقول 10 دولارات. كراسي 2 حلوات. عتيقات ذني همينة الوحدة على 10 دولارات. عندنا هذا الترمز الحلو همينة سعره 20 دولار، بس وقت سفرات. يلا داخل الشيء. كنترول مع التلفزيون، كنترول مع التلفزيون. هذا 30 او قلنا 20 دولار. اوكي نكمل. هاي ديكور همتين مع الكريسماس او اعياد الميلاد. هذه غالية تنباع لها 30 دولار. خليها بالسيارة، مددها لا تقع. اوكي فوت ونكمل. حسبناهن شفناهن شفنا شكو العاب اطفال. ما اعتقد اكو شيء هنا. هذه المكتبة اللي تشوفوها الجامات مالتها هنا. هاي المكتبة تبيها لايت. هذه من الخشب القديم، همتين سعرها بال هتباع لها 100 دولار. هنا أنا شكو هذه مخاد أو كلها تراش. هنا أنا شكو شدنا هذا الباكس تراش. اها هاي غراض الصيد، هذا يفيد 10 دولارات. هذا بالاحرى انا استخدمه ديكوريشن، ترمز 10 دولارات. هذني مثل يفيد طبخ، نقدر نقول هذا الباكس. حلو هاي السكينه هذه.
عربة سكينة. ساطور هذا الشيء. هاي سكينة سعرها شوفكم إياها. هذه سعرها 20 دولار. خلي هنا نستنجيب الكفر مالتها. هذا الكفر مالتها وهذا الباكس كله نقدر نقول 10 دولارات. معنا شكله هيك العظم هذا. ايوه هاي ديكوريشن مالت الهالوين او عيد الرعب. فني غاليات نقدر نقول هذني مع هذا 30 دولار. هذا من رش تبي من رش. هذا همينه 10 دولارات. معنا هيتر 30 دولار. هاي هنا عندنا شرابي ذب 20 دولار 30 دولار العفو. هاي هنا تاير. هاي التاير هنخليها على الصفحة. اعتقد يسوى 20 دولار. ذني شرابي 20. هذا ينباع كل الزين. هذا سعره هذا بواحد سعره 50 دولار. هاي عندنا هيتر او صوبة 40 دولار. هاي اخذت هذيك منها سماعة ثانية اخت هذيك. عندنا هذا يسوون بي الفحم 210 دولارات. ما شاء الله. عندنا هاي الكريسماس تري شجرة عيد الميلاد. عندنا هذه شوف سعرها ايش قد 299 بس نحن نبيعها ب 50. خلي العالم تستفاد. عشان هنا ما اعرف اذا تشوفوهم واضحات. هذني بار ستولز. هذني الوحدة تنباع لها مثل الورد على 20 دولار. اثنين منهم. هاي اكو شيء هنا دحافيس شيء. لا ما اكو. اوكي هاي نقدر نقول هاي الجهة كلها. لا ما نقدر نقول. هاي مالت الرسامين. هاي بحدها تسوى 60 الى 100 دولار. هذه مالت الرسامين. نسحب غراض. اريد اطول عليكم الفيديو. هذا كرسي. هاي غراض الكرسي. هذا نعتبره تراش. هذا مالت الابطال هنا يخلون اللي هو هذا بوحده ينباع على 60 دولار. هاي فاكيوم من 20 دولار. هاي طبلة قديمة 5 دولارات. ما في ذا واضح التصوير. هذه دريسر ومستواليت تسموها او تشيست درور. هذه سعرها من الخشب القديم. هذه سعرها 60 دولار الى 80 دولار. بيهدى حافيش. كولكتبل كولكتر البومات. هاي طلعهم برا ونشوف انا ذني الله يطلع شغلات. كولكتبل بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله ما شاء الله. ذني صراحة ما اعرف بيهم بس اذا الواحد على دولار. هاي عندي انا ب 600 700 دولار. ذني لازم نخليهم السيارة ونشوف ايش سعرهم. منهم قديمات يسوون اكو منهم واحد كل 10 دولار على شنو نفس الشيء.
هذا ما ابي بس يمكن شيت شيتين اوكي يعني لازم يستخدم بطن السيارة. بعد شنو عندنا؟ هذا شفناه اني شفناهن هاي هنا هاي عندنا مال الجراج من 10 دولارات. واخر شيء شوفكم الواشر اند دراير. هاي عندنا الغسالة والنشافة حديثات افتحهم نشوف شو بداخلهم ان شاء الله نظيفات. هذه النشافة نظيفة ماركة مالتهم هاي. هذا الفيديو وهذا الستورج او هذا المخزن. لاني اكثر شيء عجبني هذا الستورج ان شاء الله يطلع عنها بني من الشغلات المرغوبات او النادرات. والواشر اند دراير والغسالة والنشافة. هذا الفيديو اليوم. اذا عجبكم الفيديو لا تنسونا من اللايك والاشتراك. ان شاء الله اشوفكم في فيديوهات ثانية. سلام.